يا سلام يا سلام. معاديرنا سهلة جدا جدا وبسيطة. عندي طماطم، عصير طماطم، ومعاهم معلقتين صلصة، حطهم كلهم مع بعض. وعندي خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة وبصلاية مفرومة وقرن فلفل حراق ومعلقتين سمنة على زيت، أو ممكن زيت بس أو ممكن سمنة بس، بس أنا بفضل الاثنين. وطبعا البهارات كلها، مش عايزة أفكركم بالبهارات، والمقادير مكتوبة على الشاشة، تقدروا تصوروها تخلوها معاكم. تمام، دي حاجة. تاني بقى حاجة عايزة أقول لكم بقى، الكرنب. بصوا بقى، احنا بقى هنسلق الكرنباية ازاي، وهقول لكم برضو تقطعوه ازاي عشان تبقوا عارفين. عندي مية بتغلي وعندي الكرنباية اهي، واحنا بنقطع الراس بتاعتها. نشوف استاذ خالد، نشوف الشعر النهارده هيكون ايه. ايوه ده صدفة. ذكي يا استاذ خالد، كل مرة بتقولي لي بقى اعمل لي حاجة اعمل لي حاجة. انا النهارده بقى عايز احييكي بحاجة، بس تسمحي لي؟ قول يا ريس. اقول لك ايه بقى، الله ينور عليك يا شيف صدفة، وصفاتك دايما متجددة واول قطفة، بتعاملي كل الناس باخلاق وذوق وخفة، يا رب تفرحي بنوتك وهي عروسة الزفة. الله عليك يا استاذ خالد. السلام عليكم. سافة يا استاذ خالد. عليكم السلام، شكرا لك يا استاذ خالد. بصوا بقى يا جماعه، انا اول حاجه دخلت السكينه بشيل الراس بتاعتها وبحاول ان انا اقورها كده من جوه، عشان دي انا هسلقها بحالها زي ما هي كده، وهتستوي يا صدفه. هتستوي. ما انت بقى لما بتحطيها في الميه، الورق اللي على الوش بيبدا يدبل معاكي، فانت بتشيل الورق اهو، لازم اهم حاجه تفتحها كده اهو، والميه السلق بتحطي فيها حبه ملح وحبة كمون وحتة لقمة عيش كده، أو حبة ردة. ليه بقى؟ لقمة العيش والردة عشان ما يعملش ريحة كرنب. أهي بحالها زي ما هي كده في قلب المية. بسم الله، مية بتغلي عدى أهي، وأروح حاطة الكرنباية وشها لتحت كده أهو. طيب، وإحنا بنلم حاجتنا نقول ألو يا مها. أيوة ازيك يا صفحة؟ الحمد لله، أنت خضيتيني يا مها. عاملة يا صفحة؟ وحشاني. وأنت كمان يا حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ انتي حبيبتي، حبيبه بنتي وحبيبتي عيلتها كلها. ما تحرمش منك، تسلمي يا مها. والله انتي تسالي كل خير يا صدفه. والله تسلمي، ربنا يبارك لك، ما تحرمش من مكالمتك الحلوه يا مها. موريني سلمي على الحاجه مها، سلمي على الحاجه فاطمه، وسلمي على دعاياتكم على كلكم. تسلمي، ربنا يبارك لك، تسلمي. صدفه صدفه يا صدفه، الفلاحه بتاعتي لما بعملها بالمهلبيه بتخرج منها كلده، ما بعرفش اقلبها. ليه بقى؟ الايه؟ الكنافه ما بعرفش اقلبها، الكنافه المهلبيه. إيه ما بتحطيش، او ما تحطيش على الطروف، حطي في النص بس، حطي في النص بس، ما تحطيش في الطروف كنافه، عشان كده بتخرج منك. طيب هنا انا حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت، ونبدا نسبك للمحشي. بصلايه. طيب يا صدفه، انا بحب اعمل المحشي ني في ني. حلو، مش مشكله خالص، ني في ني مش مشكله خالص اهو. انا بشوحها، ما بشوحهاش كتير، بديها تشويحه، واديها كمان قرن فلفل معاها. يا سلام يا سلام يا سلام، شميني الريحه، وقرن فلفل حراق اهو، عشان رانيا بتحب الحراق. طيب اسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض شويه، وهنا بقى هعمل ايه. بصوا بقى، انا بسلق ورقتين قبل الهوا عشان اوري لهم لكم. ورقه الكرنب بتجيبيها تمسكيها كده، العرق بتاعها زي ما هو بالطرف كده، تروحي قطعه العرق كده اهو. بصوا كده، شايفين؟ كده تروحي ماسكاها كده اهو، هتلاقي من فوق هنا مشرشبه، تشيلي الشرشبه بتاعتها كده اهو اهو كده، تقطعي بقى على قد الصباع اهو، ادي كده اهو. يا سلام، وتروحي تفصلي الورق واهو، ادي ورقه محشي الكرنب اهي. عايزينه بقى اكبر، عايزينه اصغر، براحتكم اهو. اهو تمام، ده كده المحشي. طيب انا هنا عندي البصل والفلفل، شوحوا شويه مع بعض، احط الطماطم على طول. طبعا الطماطم دي كنا مسبكاها من بدري عشان خاطر الوقت بتاعها، تاخد غلوه بسيطه بس. يا سلام، نحط بقى البهارات بتاعتنا كلها، حبه بهارات، حبه بابريكا، حبه كمون، حبه ملح، وحبه فلفل. طب انا يا صدفه ما بحبش الحاجات دي كلها، حط، ما تحطيش اللي انت مش عايزاه. وشيء بقى مهم جدا بيتحط في خلطه المحشي، بيديها ريحه، خليها تجيب لاخر الشارع، نعناع. نعناع ناشف بيبقى حلو جدا جدا جدا. واحنا بنقلب كده نشوف. بسومه. الو الو، صباح الفل يا بسمه. الو صباح الفل يا بسمه، سامعاكي، اتفضلي. صباح النور يا حبيبتي. عامله ايه؟
بحبك قوي والله. حبيبتي ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير. ام دنيا بسوم انا سامعاكي. لو سمحتي ممكن تعمل لنا مره ورق عنب؟ بس كده من عينيا الاثنين، نعمل لكم مره ورق عنب مع كشك. يا سلام، بس كده انت جيتي في جمل، نعمل لك ورق عنب. ربنا يخليك يا حبيبتي، بحبك قوي والله. تسلمي، ربنا يبارك لك، ما تحرمش مكالمتك الحلوه. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هحط بقى الرز والخضره. طب انا صدفه بقلب الخضره في الصلصه على النار. طب ده اكبر غلط بتعمليه. ليه بقى يا صدفه؟ عشان لما بتعملي الحركه دي بتخلي الخضره تدبل، واحنا مش عايزينها تدبل. طب هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ ناخد دلوقتي الصلصه اهو، وعودي نفسك لما تكوني بتعملي اكل فيه صلصه ما تحطيش الصلصه كلها مره واحده، حبه صغيرين اهو اهو، علشان خاطر لو كتيره. بصوا بقى، نيجي بقى هنا كده عند الكرنبايه ما ننساهاش. مش قلت لكم هتفصل الورق بتاعها؟ بصي هتشدوه ورقه ورقه كده اهو، ورقه ورقه بتشد معانا بسهوله اهو. يا سلام، مفيش اسهل من كده اهو، ورقه ورقه اهي اهو اهو، حطيناها بحالها من غير اي خوف ومن غير اي قلق، وهنشيلها ورقه ورقه كده. هتلاقي ورقه ورقه بتطلع معاكي كده اهو، ومستويه وزي الفل. كل ما تشيلي من فوق اللي تحت بيستوي، كل ما تشيلي من فوق اللي تحت بيستوي، ما تخافيش خالص وما تقلقيش من اي حاجه. طيب اهو، واحنا بقى بنقلب كده نشوف ندى. يا ندى. الو، صباح الفل يا ندى. صباح النور، ازيك يا صدفه؟ انا بحبك جدا ومتابعاكي على طول. حبيبتي ربنا يخليك يا ندى، تسلمي. بصي بقى، انا كنت عايزاكي تقولي لنا طريقه طاجن الكوارع، الكوارع بالورق العنب. يا سلام، انا كنت هعملها الاسبوع اللي جاي. يا سلام، هستنى الوصفه دي. ماشي، اعمل لك ورق عنب. لافا لافا حبيبه قلبي انت، ولافا لافا لافا لافا. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ بصوا بقى، قبل ما نحشي عايزه اعمل حاجه. انا عندي فرخه مسلوقه. ناس بتقول لي يا صدفه انا باجي احمر الفرخه ما بتبقاش محمله. عايزين نحمر الفرخه بقى كده، عايزين بقى نحمر الفرخه. نجيب لها كده طبق، نجيب لها كده طبق صغير اهو، نحط الفرخه هنا. ادي الفرخه بتاعتنا، تمام. عندي زيت حطاه على النار، انا عايزاها من بره تبقى مقرمشه كده وحلوه. اديها رشه ملح ورشه فلفل كده من كل الطروف، نديها شويه ليمون اهو، ونقعد نحمرها على كده. عندي بقى الطاسه اهي، سيبها تتحمر براحتها. بسم الله اهي، عودي نفسك وانت بتشتغلي تخلي كل حاجه تعمليها في وقت واحد، وما تكركبيش الدنيا حواليكي كتير. طيب واحنا شغالين هنا بالمره هنعمل ايه؟ النهارده بقى هنعمل جنب المحشي ملوخيه. طب انا يا صدفه ما عنديش مخرطه وما بعرفش اخرط الملوخيه. بس كده هنعمل النهارده الملوخيه في الكبه، وهوريها لكم ازاي تبقى خضره ما فيش منها اي قلق. حلو كده؟ طيب هنحط هنا حبه شوربه، عندي شوربه الفرخه اهي. بسم الله. نسيب بقى شوربة الفرخة كده لحد ما نحشي كام صباع محشي كده واوريهم لكم. طيب بصوا بقى، في غلطة كبيرة الستات بتقع فيها لما تيجي تعمل المحشي، بعد ما تلف صباع تروح دايسة عليه كده مموتاه. لا، مش عايزين نموت المحشي. هتجيبي ورقة عادية كده حتى لو مقطوعة معاكي، تحط حبه ورق رز كده، ما تكتريش لان الرز بيكتر معانا اهو، وتلفي كده. انا بس عشان اتجوزت بيزحلق ايدي. لو في ورقه زياده ولا حاجه شيليها كده اهو، لف واحده كمان اهو، لف كده تدرس ولا ما تدرس يا استاذ طلعت؟ ايوه ماشي. طيب اهو بصوا بقى، قبل ما نروح الفاصل عايزه بقى اوريكم حاجه مهمه قوي اهو. بصوا اهي، حلو قوي، شايفين؟ بصوا، صباع اطفال، محشي اطفال، ماشي اهو. هعمل ايه دلوقتي بقى؟
قبل على ما نروح الفصل ونيجي عشان خاطر ما اعملكوش دوشه كده على الهوا وتقولوا صدفه بتعمل لنا دوشه. بصوا بقى هنجيب الكبه دي اي كبه او خلاط عندك، هنحط فيها الملوخيه كلها ومعاها كبشتين شوربه اهي، معاهم كبشتين شوربه من اللي بتغلي عندي اهو، افرمهم بقى وارجع لكم بعد الهوا اكون فرمتهم. نروح فاصل صغنن ونرجع لكم تاني. رجعت لكم بعد الفاصل وقلت لكم هعمل الملوخيه في الكبه اهي زي ما انتم شايفينها كده، وعندي الفرخه. بصوا بقى الفرخه اتحمرت ازاي، بصوا بقى اللون بتاعها، بصوا بقى اللون، بصوا عايز تتاكل من جوه الطاسه. طيب نعمل بقى ايه دلوقتي؟ عندي الشوربه بتغلي اللي من بس الحاجات دي، هروح حاطه الملوخيه اللي انا عملتها في الكبه على طول على الشوربه اللي بتغلي، واوطي النار عليها قوي علشان الملوخيه معانا ما تسقطش وتلاقي وشها فوق والملوخيه تحت. طيب واحنا بنحط كده نقول الو يا ندى. اهلا، ازيك يا صدفه؟ صباح الفل يا ندى. لافا 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 لافا. منوره يا صدفه والله. الحمد لله، تسلمي ربنا. ربنا يكرمك يا صدفه يا رب. تسلمي ربنا يبارك لك. تسلمي يا حبيبتي، سلمي لي على طنط على سعاد وطنط فاطمه وعلى كل حبايبي. الله يسلمك. تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي. هنمشي مكالمتك الحلوه. مع السلامه يا قلبي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. طيب نحط بقى الملوخيه هنا، ما ينفعش انها تغلي عمال على بطال. طيب نطلع بقى ايه الفرخه بتاعتنا عشان ما تتحرقش، نحطها كده على منديل. وهنا انا حطيت طاسه علشان اعمل ايه في الطاسه، اعمل فيها الطشه بتاعت الملوخيه، وفي نفس الوقت هوريكم ازاي تسوي المحشي ويطلع معاكم مستوي من النص. ايه دايما ناس كتيره جدا بتشتكي ان المحشي معاها ما بيستويش من النص. بصوا بقى حلاوه الفرخه، بصوا صفوها كويس قوي كده اهو، بصوا يا سلام من غير ما تتدرسي دي. ماشي نحطها بقى تتصفى هنا. فرخه مسلوقه عاديه خالص، اللي بيديها اللون ده شويه الليمون بس. نعمل بقى دلوقتي؟ نحط معلقه سمنه حلوه. قبل ما نحط السمنه بقى عايزه اوريكم حله المحشي انا لفيتها. بصوا بقى بسم الله، بص الشغل يا استاذ طلعت، بص الشغل يا استاذ طلعت. بصوا بقى حلة المحشي اهي شايفينها. طيب ناس كتيرة بقى جدا ما بتعرفش تسوي المحشي، يا اما يطلع معجن يا اما يطلع ني. طب احنا بقى هنسوي المحشي ازاي؟ محشي الكرنب بيبقى ني من النص. احنا بقى الشوربه عندنا بتغلي اهي، بسم الله، غطي ايدك على قد ما تقدري يا اما بكبشه اهو كده، وتروحي ماسكه الحله كده رجعها رجتين كده بسم الله عشان الميه تنزل لتحت كده اهو. شايفين صوابع بتجري واقفين طوابير، بصوا حلوه قوي كده. طب تروحي حاطه غطا جواها، غطا صغير، وتروحي مغطياها. انا عندي صينيه صغننه كده جايباها اهي، اجيبها بس من الحله الثانيه اهي، بسم الله احطها جواها كده. ليه بقى؟ سؤال فني. ليه بقى؟ علشان خاطر الكرنب لما بيغلي لو مفيش حاجة كبساه هيفرش، هتلاقي رزه على الوش. تروحي مغطياها كده ونحطها بقى تستوي براحتها. طب واحنا حاطينها بقى كده نعمل طشة الملوخية. حطيت حتة سمنة، ادي الثوم، الثوم وشوية الكزبرة، واحنا بنحطهم نقول الو يا استاذ حسين. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيف صدفه؟ ازيك يا استاذ حسين؟ الله يخليك، تسلم ايدك والله، فتحت نفسنا النهارده على الاكل الحلو ده. تعالى كل معانا، شم ريحه الملوخيه ولا مش شاممها؟ الله يخليك، الطشه اهم حاجه والشقه. يا سلام، ده احنا عندنا احلى شقه تجيب لاخر الشارع. الله يخليك، لا تاجل اسوان. يا سلام يا سلام. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك يا استاذ حسين، ربنا يبارك لك. الله يخليك، الله يخليك، تسلمي. لسه شويه على الشقه. نقلب كده اهو. نسيبها بقى تتحمر كده براحتها. نجيب بقى الطبق اللي هنحط فيه الفرخه كده ونحط بقى تحتها حبه حركات كده. بصوا بقى الملوخيه، بصوا لونها اخضر ازاي،
عايزه اقول لكم على حاجه، الكبه ما عندكيش كبه اعملها في الخلاط او في المخرطه المتاحه عندك، ولو ملوخيه مجمده اعملها بنفس الطريقه بس بتحطيها وهي مجمده في قلب الشوربه، ما بتغليش كتير عشان ما تسقطش. نبص بقى هنا بصه، بسم الله، هنا لسه شويه لسه شويه، يا سلام يا سلام على الريحه اهي. نقلبها تقلبتين كده اهي، تمام. طبعا لو انت بتسوي المحشي بعد ما تشرب لقيتيه في النص نايل هتعملي ايه؟ انا هوريكم دلوقتي، مع انه لسه ما تشربش بس هوريكم. هتروحي جايبه سكينه او شوكه كده، وتروحي جايه في النص كده، وتروحي عامله كده تفصلي بحيث ان الميه تنزل لتحت، لان المحشي بيبقى لازق جنب بعضه زي الطابور كده. والنبي يا استاذ دي طلعت مش لوحه قدامك، تروحي مغطيه وسايباها بقى يستوي براحته. طيب بصوا بقى الطشه بتاعتنا اهي، نجهز بقى الغطا، لازم نغطيها بقى بسرعه. يلا بس اهو كده لوز اهو. طب يا صدفه انا عملت الملوخيه لقيت على وشها رغاوي، عادي جدا الرغاوي دي بتيجي من عروق الملوخيه، بتبقى انت مقطفه الملوخيه بس سايبه فيها طروف كده، تمام. ما تقوليش بقى تقلبي كده عمال على بطال، لا مش عايزين كده. طيب طبقنا الحلو نحط حبه ملوخيه. نقول يا ابني لقمه يا ابني، الله يسترك. بص اه بصوا حاجة كده لوز اه، شايفين؟ يا سلام على الملوخية وحلاوتها، يا سلام حلو قوي كده. طبقنا كده بتاع ملوخية خلص وزي الفل. نحط فرختنا كمان، نحط تحت الطبق حبة خضرة كده، نعمل منظر كده في الطبق. دايما العين بتاكل، العين بتاكل دايما قبل قبل البق، ناخد بالنا ان احنا دايما اكلنا يبقى متهندم كده وشكله شياك كده وقلاجة. حبه خضره كده ان شاء الله. في مره تانية كده هبقى اعمل لكم الفراخ المحشيه. تعالي يا اختي اتربعي هنا في الحته دي. بصوا بقى يا سلام، بص بقى لوحه فنيه. نشيل بقى الشوربه بتاعتنا دي. طب يا شرب يا صدفه انا ما عنديش شوربه اسقي بيها المحشي، او اسقي المحشي بشوربه ايه؟ اي شوربه عندك اسقي بيها المحشي، اي شوربه تنفع. واحنا بنلم الحاجات دي. الو يا ام فرحه. ايوه ازيك الصدفه. ازيك يا ام فرحه؟ عامله ايه الصدفه؟ ربنا يبارك لك يا ام فرحه، تسلمي. والله العظيم اكلك كله جميل 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 والله. تسلمي ما تحرمش منك، تسلمي. اه والله يا شيخ صدفه مش عارفه نشكرك ازاي حبيبتي. ربنا يخليكي، انا اللي بشكرك على مكالمتك الحلوه دي، انا اللي بشكرك بجد على المكالمه الحلوه دي. نحط بقى المحشي هنا كده. محتاجه اي سؤال او حاجه؟ طب شكلها كده قفلت او الخط قطع. طيب نطلع فاصل صغير بسيط قد كده ونرجع لكم تاني، ما تروحش في اي حته.